فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المتعاطفين مع القبوريين ينكرون الأحداث الشركية التي تقع عند القبور كما يقع عند البدوي وكربلاء وغير ذلك. سؤاله: هل إذا أريته مقاطع الفيديو عبر الأنترنت والتي فيها تلك الأمور الشركية حتى يقتنع ويصدق بالوقوع، هل علي بأس في ذلك؟ إذا كان يقتنع فالحمد لله، لكن الظاهر أنه ما يقتنع، لكن أنت تقيم عليه الحجة فقط، تريه إياها لأجل تقيم عليه الحجة، ولا هو ما هو مقتنع إلا الله أعلم، نادرا. نعم.